رجل عليه صيام شهرين متتابعين، وعندما بدأ الصيام صادف عليه عيد الأضحى المبارك، ومن المعلوم أن صيام العيد محرم، فهل عندما يفطر في عيد الأضحى يبدأ الصيام مرة أخرى أم يستأنف ويكمل صيام شهرين متتابعين؟ جزاكم الله خيرا. الذي يصوم صياما متتابعا مثل كفارة القتل أو كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، ويتخلله صيام واجب كصيام رمضان أو فطر واجب كفطر أيام العيد، فإنه لا يقطع التتاوي، يصوم رمضان، وإذا انتهى رمضان وانتهى العيد فإنه يواصل صيامه الكفارة ويبني على ما سبق، لأن هذا عذر شرعي. فإذا صادف يوم العيد الفطر أو عيد الإضحى أو أيام التشريق أثناء صيامه الكفارة فإنه يفطر في أيام العيد، وإذا انتهت أيام العيد فإنه يواصل صيامه للكفارة ويبني على ما سبق، الحمد لله. نعم.